نعم أماف نعم يا أختي مرحبا أنا آسيا فتاة صينية تتحدث اللغة العربية لا يا عم بس هشرب هلا تا بتدخل كم في الشهر؟ 7 جنيه كم؟ 7 جنيه في الشهر؟ في الشهر عندك أولاد؟ عندي 7 في الشهر؟ 7 أولاد 7 أولاد فاتورة يا أستاذ شو مالك مستر اللحاس؟ لحظة شوي والله يا أستاذ في زبائن عم يأكلوا ويملزوا ولا يدفع فاتورة لحيك لازم تدفع هلا بس مالك شايف إنه المبلغ كبير ليش كل حلقات؟ أنا ما دخلني بالأسعار بدك شوف المعلم على أي بشوف المعلم ها؟ منتو شكو وأدو بيهيك شنو هذا حجي جديد عمي؟ أم ضيفك نظيف لا لا كويت ولد بدنا عادل بحكي جينا جودي جي كرا صخصة يا قنشي دي صخصة وده اللي كان ناقصني حلو وكاريزما وعجبني قلبي شافه نط فجأة من مكانه قام بايسني أما عن إحساسي بيه هحكي إيه أنا ولا إيه مش مبالغة ومش بهزر فين هلاقي كلامي بحكة نعم أماف نعم يا أختي لما تتكلم مع مدارس بتعطيك احترام لها وتتفاضل بتون طاف طب حد فيكم يكلمها ببلاش انا اكلمها مدارس بازة يا كدان بتقولي اف بتقولي اف بعد 14 سنة خدمة سنة وبتقولي اف